باسمي وباسم حرائر قرية عالي أتوجه بكل فخر واعتزاز إلى رياحين الوطن، وأعني المرأة البحرينية المناضلة الصامدة الصابرة المجاهدة، المرأة الملهمة والمربية والمعلمة والطبيبة والمهندسة التي بنت لها موقعاً احتار منه النظام الذي كان يهدف لإسكات صوتها من خلال التهديد وانتهاك حقوقها وعرضها وسلب أبنائها، أما بزجهم في السجون أو بجرهم أو بقتلهم. وكل تلك الحرائر وكل تلك الجرائم البشعة كان يراد من خلالها إسكات صوت المرأة وبث الرعب والخوف في نفوسها، لأنها تمثل القاعدة الرئيسية والمفصلية في مسيرة الثورة واستمراريتها. المرأة البحرينية قدمت زوجها وابنها، أما شهيداً أو جريحاً أو معتقلاً أو مطارداً أو مهجراً، وفوق كل ذلك قدمت نفسها شهيدة وجريحة ومعتقلة، حيث تشهد المقابر على ذلك، وتشهد المستشفيات على ذلك، وتشهد المنازل التي تم اقتحامها وانتهاك أعراضها على ذلك. المرأة البحرينية سجلت أعلى وأضخم المشاركات في المسيرات والاعتصامات ومختلف الاحتجاجات السلمية، حيث وصفت بنبض الثورة وقلب الثورة وقود الثورة. المرأة البحرينية متساوية مع الرجل في حجم الانتهاكات التي تعرضت لها بكل أكثر بل أكثر، حيث لا زالت السجون تحتضن العديد من الحرائر، ومن ضمن الحرائر المعتقلات معتقلتنا الأبية هاجر منصور التي تم تكريمها في يوم المرأة العالمي بتوقيفها لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق. ناهيكم عن ما تعرضت له مؤخرا الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ التي فضحت سيف العدالة وفضحت شعارات الرسمية التي تتباهى بها المرأة وحقوقها من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية والجمعيات التي تحمل شعارات رعاية وتنمية المرأة، وفضحت قانون أحوال الأسرة فحاته نتيجة ما تعرضت له من أبشع أنواع الانتهاكات التي تعرضت لها في غرف التحقيق. إن النظام البحريني بعد كل الانتهاكات التي قام بها بحق المرأة البحرينية قد شوه صورته أمام العالم من حكومات ومنظمات تنادي بالتحقيق في كل ما تعرضت وتتعرض له المرأة البحرينية، والتي لم تلقى من النظام إلا آذانا صماء وعينا عمياء وقلوبا متحجرة. إننا نطالب ولازلنا نطالب بوقف الانتهاكات فورا والإفراج عن كل المعتقلات ومحاسبة المتسببين وكل من له صلة في الانتهاك حقوق المرأة البحرينية. الحرية لجميع المعتقلات. الحرية لجميع المعتقلات.